في ثلاث حاجات لازم ننوه عنهم الأول قبل ما نبتدي حلقتنا المختلفة نسبيا. الحاجة الأولى شي آرتس، هي الفنون، المهرجان الفني اللي بدأ السنة اللي فاتت، اللي بيدي مساحات للموهوبات من النساء والفتيات ان هم يقدموا مواهبهم بشكل لائق أمام مجموعات من الناس في مركز التحرير الثقافي. تجربة واعدة جدا السنة اللي فاتت أثبتت أنها يجب أن تستمر، بالعكس عندها كل المقومات أنها تاخد مكانة مش بس مصرية وإقليمية إنما مكانة عالمية. الحاجة التانية هي داليدا. داليدا تلك المغنية الأيقونة اللي كانت أشهر بنات جيلها، اللي غنت بتسع لغات، تلك الإيطالية التي عاشت في مصر واحترفت في فرنسا وطافت العالم كله بأغنياتها الناجحة. تالت حاجة فرح الديباني، واحدة من أهم وأفضل خامات صوت السوبرانو الواعدة والشابة في العالم، ومؤخرا غنت النشيد الوطني الفرنسي في تنصيب رئيس جمهورية فرنسا بعد انتخابه. اللي بيجمع التلاتة دول حلقة النهاردة. حلقة النهاردة هي مزيج من شي آرتس، داليدا، وفرح الديباني. Dolcemente ti darò come prima.
ساحرة ساحرة يا ساحرة دي أقل حاجة ممكن تتقال عليكي. لا لا يعني ساحرة إطلالتك وأدائك وإيماءاتك ووقفتك على الستيج حاجة دولية ساحرة. دي ده شرف ليا. لا بجد بجد coming from you من حضرتك يعني الساحرة فرح الديباني. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليك تفكر في حاجة تانية حاجة يعني تشتتك عن سحرها هي الفرقة العظيمة النسائية اللي موجودة معانا بقيادة نسائية أيضا. إيه الجمال ده فرح ديباني احكي لي على الكومبو أو التكوين ده. لا التكوين ده أول مرة يحصل في مصر يعني بجد. مهرجان هي الفنون عملت حاجة جديدة خالص إن يبقى في قائدة ست بتقود أوركسترا كله نساء يعني متهيألي كلكم دي أول مرة تعملوا التجربة دي يعني أنتوا تلعبوا في أوركسترا كله سيدات بس. ف برافو للنجوم. لا يعني هنتعرف أكتر على الفرقة العظيمة الخازة خليني أقول. بس علاقتك بداليدا الأغنية كان اسمها كومي بريما. كومي بريما زي الأول أو زي زمان زي أول مرة. زي أول مرة يعني زي اللي كان. بالضبط بالضبط زي أول مرة اتقابلنا وأول مرة يعني حبيتك فيها قالت لك يعني زي الأول وأحلى. صح مش قالت كده في الآخر؟ في الآخر تقول هحبك يعني زي في الأول هفضل أحبك زي ما من أول مرة حبيتك من أول مرة هفضل أحبك. داليدا وفرح ديباني عملتوا التقاء في شي آرتس وافتتحتوا المهرجان بتوليفة عظيمة جدا من داليدا. بالظبط. مين صاحب الفكرة؟ أنا داليدا طول عمري بغني داليدا وبحب داليدا ويعني حضرتك عارفة يعني أنا أول مرة جيت عند حضرتك كنت بغني داليدا فداليدا من وأنا صغيرة وهي جوايا وعايزة أغني أغنيها وبقدم ده بأشكال مختلفة ببيانو ساعات بأوركسترا عادي بس عمري ما عملت حفلة كاملة لأغاني داليدا. فأنا كنت بتكلم مع نيفين إيناوي اللي هي صاحبة فكرة شي آرتس والأوركسترا النسائي كنت بتكلم معاها من زمان بقولها إن أنا نفسي أعمل داليدا بأوركسترا في مصر حفلة كاملة لداليدا أغاني داليدا مش بس مقتطفات زي ما بعمل. فقالت لي طب استني من سنة ولا حاجة ابتدينا نتكلم أو أكتر فقالت لي طب استني مع شي آرتس ونعمل بقى كله سيدات ويعني يبقى الأوركسترا فجالها فكرة نعمل أوركسترا كلها سيدات دي طبعا دي مختلفة يعني داليدا طبعا ده أوريدي احنا يعني كنا بنعظم سيدة مهمة جدا لكن فكرة احنا نعظم بقى سيدات موجودين دي حاجة الفكرة بديعة. فإذا البروجرام النهاردة كله أغاني داليدا بصوت فرح ديباني بأوركسترا نسائي لأول مرة يكون موجود تحت مظلة شي آرتس. صح كده؟ بالظبط كده.